الدكتور خالد عمران أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا بحضرتك والمشاهدين الكرام. أهلا بيك. اهلا بك. ودكتور هبدأ معاك بأهم ما تم التوصل ليه. خلينا نبدأ بمؤشر الفتوى، ما مفهوم مؤشر الفتوى وإزاي ممكن يضيف؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. احنا ودار الإفتاء والأمانة العامة لدار للأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم، ولا يرأسها رئيس مجلس رئيس رئيسها فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور شوقي علام. طبعا الهم الأكبر والمشكلة الكبرى كيف نواجه التطرف. صحيح. بأنواعه ومستوياته. صحيح. كما ورد في البيان الختامي، ومواجهة التطرف الحقيقة مش عمل طرف، لا، ده من صلب المهمة، وده شيء أصبح مش خيار، ده أساس جدا في ولا يواجه التطرف بشيء مثل التجديد. و صلب عملية التجديد هو أن نتمسك بالبحث العلمي وطريق التناول العلمي. في الأول عملنا حاجة اسمها مرصد الفتاوى التكفيرية والشاذة. أيوة. وعلشان وعملنا مقياس للفتاوى الشاذة، وأي فتوى تضر بالسلم المحلي أو العالمي تكون فتوى شاذة، أي فتوى تخالف الأخلاقيات أو خصوصا المشترك الأخلاقي الإنساني فهي فتوى شاذة، أي فتوى تخالف القطعيات المسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة فهي فتوى شاذة قطع. بدأنا نعمل، وبدأ فريق من الباحثين المتخصصين من تخصصات مختلفة في تحت المرصد الفتاوى الشاذة، فبدأ هناك يظهر احتياج لشيء عمل علمي مكمل لهذا العمل، على غرار ما يحدث في المؤسسات العلمية الكبرى في العالم اللي هي اللي بيسموها think tanks. ايه بقى العمل يعمل ايه؟ يرصد لنا كل الفتاوى الموجودة في الدنيا. ايوه. وعبر معيار علمي. أيوة. يبقى اول حاجة يعملها يرصد، يجيب صحيح. الفتاوى الموجودة وبلغات مختلفة، يصنف لنا الفتوى دي إذا كانت من الفتاوى المتطرفة ولا اللي ممكن تكون بعد كده متطرفة، ولا من الفتاوى البناءة اللي هي في صالح الدين وصالح ومحتمل. الوطن. فببساطة بيصنف هذه الفتاوى، ثم يأتي فيقدم بعض التوصيات. أيوة. أو التوصيات للتعامل مع هذه الفتوى إما إيجابا وإما سلبا، يعني الفتوى السلبية كيف يتعامل معها بمستويات التعامل، والفتوى السلبية كيف يتعامل معها بمستويات التعامل. أيوة. لأن هناك مستويات للتعامل على كل حال. فده هنا نشأت فكرة مؤشر الفتوى. نضع أولا معايير حتى نرى هذه الفتوى شاذة أم هي فتوى في الصالح، وسطية أو في متشددة أم غير متشددة. ثم توالى على مدار سنة كاملة فريق من الباحثين النابهين وفي مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للأمانة، ويباشر رصد الفتاوى ويصنف هذه الفتاوى، وفي الآخر ظهر بذلك المؤشر بجانب الجزء المفاهيم والجزء النظري، ثم بتطبيق على مدار سنة كاملة لتصنيف الفتاوى إذا كانت شاذة أو غير شاذة، ومجموعة جيدة من التوصيات التي يستطيع أن ينظر فيها من يريد أن ينظر من الباحثين ليستفيد منها كيف يتعامل مع هذه الفتوى. وهذا ليس في هذا البلد فقط، وإنما في العالم كله.